السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفلاح. تحية طيبة للجميع وتحية طيبة للجميع متابعينا عبر تراب الوطن. بكم مشاهدنا الكرام في هذه النشرة الخاصة بطقس المغرب خلال الأيام القادمة لآخر تحديثات نماذج الطقس العالمية التي صدرت قبل قليل. قبل الأخذ التفاصيل مشاهدنا الكرام، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك لهذا الفيديو. بالنسبة لتوقعات هذا المساء إخواني الكرام، تبدو أجواء نسبيا غير مستقرة أقصى شمال المملكة، قد تعطي بعض التساقطات المطرية مع أجواء تبدو غائمة بسحب بدون فعالية من ناحية المطر، قد تعطي بعض القطرات المطرية الضعيفة أقصى شمال المملكة. بالنسبة ليوم الاثنين كذلك يتوقع أن تستمر الأجواء المستقرة، لكن خلال الأيام القادمة يحتمل عودة بعض الاضطرابات الجوية إلى المغرب بإذن الله. بالنسبة ليوم الأربعاء وكذلك يوم الخميس ما زالت الأجواء تشير إلى أن احتمال تبقى الأجواء مستقرة. بالنسبة كذلك لتوقعات يوم الجمعة ويوم السبت القادمين والتوقعات البعيدة المدى، فتشير إخواني الأعزاء احتمال دخول بعض التساقطات المطرية على مناطق ميدلت تومفيت وزاود الشيخ ونفرا وبني ملال وغوراما والريش، أمطار تبدو ضعيفة محليا. بالنسبة للتوقعات يوم الاثنين إن شاء الله فترة المساء تبدو أجواء كذلك غير مستقرة على مناطق ميدلت وكذلك معتركة وتندرار وميسور تومفيت وزاود الشيخ، وكذلك مع احتمال تساقط الثلجية على إيميل شيل، أمطار ضعيفة على بني ملال. بالنسبة لفترة المساء تبدو أجواء إن شاء الله غير مستقرة مع تساقطات مطرية وثلجية مع رجوع شرقية، أمطار إن شاء الله حاضر على وطة الحاج وميدلت وكذلك ميسور والتومفيت مع احتمال تساقطات ثلجية، أمطار حاضر على بني ملال وأزيلان وتبانت وأسول والريش وغرامة إن شاء الله وتبانت وربما قلعة الساغنة وكيمدن وأنزميز ومرتفعات الأطلس، ستعرف تساقطات مطرية إن شاء الله. فترة المساء أجواء تبدو غير مستقرة على مناطق ان شاء الله اجراده وكذلك تندراره ومعتركه وغورامه وميدل تومفيت والريش واسول وايملشين وبني ملال. بالنسبه ليوم ان شاء الله الثلاثاء اجواء كذلك غير مستقره مع اضطرابات ورجوعات شرقيه تؤدي الى تساقطات مطريه مع احتمال عواصف رعديه اجراده ووجده وعاطف، كذلك مناطق تومفيت وتبانت واسول ان شاء الله ومناطق تنغير مع احتمال بعض التساقطات الثلجيه ان شاء الله.